بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل موضوعنا في اللينير مومنتم ايكويشن. والمسألة اللي قدامنا بتتكلم على ويت اوف ووتر تانك اوبن تو اتموسفير. ده ووتر تانك مفتوح للاتموسفير، از بالانسد باي كوانتر ويت، بيتعمل له بالانس بكوانتر ويت، وحاطط وزن هنا الشون. زير از 4 سنتيمتر هول، في هول تحت هنا بمحبس بفالف، الهول ده 4 سنتيمتر في البوتم اوف تانك، with discharge coefficient of 9.9 السي دي بتاع الهول هنا 9.10. بيقول لك and water level in the tank is maintained constant 50 سنتي by water entering the tank horizontally. Determine how much mass must be added or removed from the quanter weight to maintain balance. When the hole at the bottom is opened. بيقول لك هيشيل ماس من هنا كتلة قد ايه، او هيحط كتلة قد ايه في حالة فتح الفالف اللي تحت ده. طبعا يعني مبدئيا كده اكيد هنشيل ماس. لو انا مش عارف قانون بتاع الفلوريت اللي في الاورفيس او في الهول، اطبق continuity equation between point 2 and point 1. point 2 هنا و point 1 هنا. لو انا بقى فاكر القانون يبقى هحط القانون على طول. القانون بيقول Q بيساوي السي دي اللي هي الكوفيشنت اللي هو مدهاني في الاريا في السرعة اللي هي 2 جي اتش. اعوض بقى اجيب الكيو او الفلوريت. الفلوريت لما يفتح هنا الفالف ده بيساوي 9.10 في الاريا باي على 4 دي سكوير اللي هي 4/100 سكوير في جذر 2 × 9.8 في الاتش اللي هي 50/100 عشان احول للمتر. الكيو هتطلع ب 3.54 × 10³ متر سكوير على السكند. طب لو عايز اجيب الفي، طب ليه انت هتجيب الفي يا باشمهندس؟ عايز تجيب الفي عشان تطبق مومنتم. يبقى اجيب الكيو على الاريا يديني الفي، هقسم على الاريا. طلع الاريا بره حساباتك، يبقى تضرب 9.10 في الجذر 2 × 9.8 في 0.5، يبقى السرعة تطلع 2.82 متر بير سكند. السرعة 2.82 متر بير سكند. عايز اجيب الرياكشن فورس بتاع رد الفعل في حالة ان المية هيحصل هنا، المية هتخرج بسرعة V وهتسبب مومنتم. يبقى reaction force due to مومنتم، في مومنتم هنا يحصل نتيجة السرعة اللي هيخرج بيها الفلو من التانك. مومنتم change بتساوي الماس اللي هنا، الماس ام دوت في الفي اتش. الام دوت مش معايا لكن معايا كيو. لو ضربت الكيو الرو في الكيو جبت الام دوت، لان طبعا الرو كيلو جرام على المتر المكعب والرو بالمتر المكعب على السكند، يبقى جبت الام دوت بالكيلو جرام على السكند وضربتها في الـ في الفي اتش، يبقى انا كده جبت المعادله بتاعتي. ابتدي بقى اعوض، يبقى الفورس بيساوي 1000 كثافه الميه في الكيو اللي لسه حاسبها فوق ب 3.54 × 10³ في السرعه اللي انا برضو حسبتها 2.82 متر بير سكند. ده كده هيطلع حوالي 10 نيوتن. ومجرد ما الفالف اوبند التانك يحصل له ايه بقى؟ ذا تانك ويل سينك.
عايز احسب بقى الماس اللي المفروض اشيلها. الماس هجيب الرياكشن فورس دي واقسمها على عجلة الجاذبية، هيطلع الماس 1 كيلو جرام. يبقى لازم انا اشيل من الكوانتر ويت، يبقى ماست بي ريموفد فروم كوانتر ويت. يبقى لازم تشيل 1 كيلو جرام من الكوانتر ويت عشان يحصل ايه بالانس. مسألة بسيطة بس فكرتها جميلة، وأشوفكم في مسألة جديدة وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.